يميز أن هذا الشخص عظيم أو غير عظيم. العظيم هو ذلك الشخص الذي يأتي بمبادئ حضارية. العظيم هو ذلك الشخص الذي يأتي بمبادئ حضارية ويجمع الناس على هذه المبادئ. أما غير العظيم وخاصة الطغاة هم عظماء ولكن بالمعنى المعاكس. العظيم هو من يأتي ليصلح الأوضاع في المنطقة أو في العالم الذي يعيش فيه، يقف على هذه المواضيع التي يريد أن يصلحها ويشخصها حتى يبدأ التغيير. نعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الذي قال فيه رب العزة في محكم كتابه الكريم في كثير من الآيات يريد أن يبين عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لما يأتي به من نظام، من رحمة. هذه الرحمة بمعانيها الواسعة، ليس رحمة فقط حينما يرأف بالناس، لا، الرحمة في كل قانون يسنه أو آية يبلغها. سنقف على مجموعة من هذه الآيات ومجموعة من أنظمة الرحمة التي بلغها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك مجموعة من المبادئ التي قررها رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل وآله محمد، وهو المعروف منذ ولادته بطيب الخلق والخلق. هو الذي عرف في الجاهلية بأنه الصادق الأمين. لا زالت البعثة النبوية الشريفة لم يكلف بها. عرف في مجالات كثيرة بالخلق العظيم، وحينما نقول الخلق العظيم ليس فقط في الصدق، ليس فقط في الأمانة، ليس فقط في الإصلاح، وإنما الخلق العظيم في كل شيء، في كل ما يعيشه الإنسان. فهو إذا تحدث صادق، وإذا تحاكم إليه اثنان فهو يعطي الحكم الصحيح. عرف بين الناس بأنه رجل
ذو صفات خاصة حتى بين أعدائي. وواضحة أمور كثيرة في تاريخه العظيم كيف أنه حينما حكم بالحجر الأسود. كثيرة هي الأمور. من هذه المبادئ كان يريد الرسول صلى الله عليه وآله أن يجعل قلب الإنسان متوجه إلى خالقه وليس لأصنام ولا أوثان ولا عادات ولا تقاليد جاهلية. لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله إلا دليلا على الحق الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فأراد وآيات كثيرة تشير إلى ذلك بأن هذا القلب قلب الإنسان ينبغي أن يوجه توجيها صحيحا في إيمانه، لا توجيها دنيويا يتعبد هذا الصنم أو ذاك، ولا توجيها قبليا حينما تثيره نعرات عصبية أو جاهلية ضد أخيه الإنسان. لاحظ مثل هذه المبادئ ليس كل إنسان قادر عليها وقادر على تشخيصها. العقل الجاهلي كان عقلا مغلقا يتابع عادات وتقاليد قبيلته، وحينما تصطدم قبيلته مع قبيلة أخرى لا تحرك مقيم. كان تحركه تلك العصبية، تلك النعرات الذي يذهب فيها أناس كثيرون. يريد أن يغير داخل الإنسان، قلب الإنسان، عقل الإنسان. هذا هو المهم والذي يمكن أن يتغير. فإذا تغير هذا القلب والعقل بالاتجاه الصحيح تغير الإنسان. وفعلا الرسول صلى الله عليه وآله الذي قضى حياته يعاني من أجل الإنسان، هذا الإنسان الذي قبع سنينا طويلة في الجاهلية ولم تنتج لنا علما ولا معرفة سوى جهلا متراكما وتخلفا في كل مجالات الحياة. قال: من يريد أن يؤمن لله فلينظر إلى نفسه. وقد أعانه الله تعالى في آيات كثيرة، وهو خطاب لإنسان القديم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وزمننا نحن الذي نعيش فيه. فلينظر الإنسان مما خلق، يخاطب الإنسان البسيط والعالم والحكيم والفيلسوف بما أوتي من فلسفة وبما أوتي من علم. أنت الذي تعبد صنما
وأنت الذي تعبد مادة والصنم مادة، ولكن الآن لا يقول هو يعبد الملحد صنما، يقول مادة. هذا الكون وما فيه الطبيعة. الله عز وجل يقول له انظر، عندك عقل وشوف بهذا العقل ما يمكن أن يغير معتقدك وعاداتك وتقاليدك. فلينظر الإنسان مما خلق. صحيح أني بكل جسمي هذا وأعضائي وأجهزتي هي من هذه النطفة، فليتأمل الإنسان وليحكم على نفسه وعلى النظام والأجهزة التي في داخله. كل ذلك بفضل الرسول صلى الله عليه وآله، جاء ليعلمنا، جاء ليهدينا. وهل تكون هداية من غير علم، من غير نظر، من غير عقل؟ وما تراه من تناقضات في هذه الأمة لأن عقلها قد تركته وراء ظهورها، كما تركت كتابها وسنة نبيها. فلو عقل هذا الإنسان الذي نسمع به ونرى أفعاله بشيء من العلم والبساطة والإنسانية، هل يصح إنسان أن يعتدي على إنسان شرعاً وعقلاً؟ مهما اختلفنا مع دينه أو مع معتقده أو مع أي شيء يعبده ذلك الإنسان، هل يصح؟ هذا شرعنا الحمد، هذا هو قرآننا موجود بيننا كتابا وسنة. أين في أي كتاب من هذه المصادر، مصادر التشريع، فيها بند، مادة قانونية، آية كريمة تدعوك لأن تقتل إنسانا آخر على أساس معتقده أو على أساس كفره أو على أساس من الأسس التي يتوهم بها هذا الجاهل بأنها هي هذه، هذا هو دين الله؟ هذا هو الابتعاد عن سنة الله عز وجل وكتابه الكريم. فأعطانا أيها المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وبلغ رسالات ربه. وهنا الرسالة ليس بالمعنى الرسالة كتاب آخر، لا، آيات تأخذ مجالا في حقول المعرفة المتعددة، حقوق الإنسان قال فيها ما قال. أول قول فيما قال: الإنسان مكرم، الإنسان محترم، ليس على اللون تحترم الإنسان ولا على اللغة ولا على الجغرافيا ولا على التاريخ ولا على العرق. هذه مبادئ الإنسان أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أكثر من 1400 سنة، وكان يعيش في الجزيرة كافة الأصناف، أسود وأبيض وأديان متعددة. لماذا لم يحاربهم؟ لم يحارب المشركين إلا أنهم سلوا السيف عليه، ما داموا هم
في ذمة الإسلام يدافع عنهم ولهم حقوق وعليهم واجبات. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الإشعار بالتوجه إلى أن يخلق الإنسان إيمانه بداخله فرصة كبيرة ليعرف خالقه. وهناك آيات توجه الإنسان إلى أن ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض ويرى أن في هذا النظر استدلال على الخالق جل وعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، ما يعلق. اقرأ. الله عز وجل يقول له اقرأ، ما قال له اضرب اقتل اذبح، قال له اقرأ. مفتاح العلم، مفتاح اكتشاف كل شيء. وفعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. كانت جاهلية تقرأ ما موجود عندها من عادات وتقاليد، يتقاتلون على حصان، يتقاتلون على بعير، ما يتقاتلون من أجل بقاء الخير. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظ العلم بالقلم. اقرأ وتتكرر كلمة القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. تكرار. إن القراءة تعني هنا ثقافة، تعني حياة، تعني اكتشاف العلم. قراءة السماء، قراءة كتاب، قراءة كل شيء. تتبصر، تتعلم، تنقد. إذا لم تقرأ الأشياء متساوية، ليس هناك فرق. بينما حينما تقرأ تعرف الأمور وتعرف كيف تتعامل مع الأشياء، كل الأشياء. فهذا المبدأ الحضاري أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى حينما أسر مجموعة من المشركين في بدر، ماذا فعل هذا العظيم؟ حتى يطلق سراحه أمر بأن كل واحد منهم يعلم 10 من المسلمين. مشروع حضاري، مش مشروع جاهلي، مشروع إنساني وليس مشروعا حيوانيا. هؤلاء الذين يقولون إن الدين أفيون الشعوب لم يعرفون ما هو الدين، وإذا قالوا أفيون الشعوب لا يقصدون به الدين الإسلامي، وإنما الكنيسة التي سيطرت على أوروبا وجعلت تتحكم بهم وبجهلهم. وتعرفون غاليليو حينما كان يقول إن الأرض كروية وهم لا يؤمنون بذلك.
يدعونا لأن نكون من القراء. ومن القراء الناقدين لكي تكون قراءتنا قراءة ثقافة. وهذا التكرار في الآية يفيد ويشير إلى معنى الثقافة. وإذا تتذكرون أن هناك آيات كريمة تشيد بالكلمة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما هذه الكلمة الطيبة؟ هي الثقافة الإسلامية، الثقافة العريقة، ثقافة الأخاء، حب لأخيك كما تحب لنفسك. في مبدأ أرقى من هذا المبدأ يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. هل جاءت القوانين الوضعية بمثل هذا المبدأ؟ ومبدأ الإنسان الذي يحيي نفسا كأنما أحيا الناس جميعا في مثل هذه القوانين؟ اليوم احنا في هذه الدول المتطورة، من أحيا نفسه كأنما أحيا الناس جميعا. قبلها الآية الكريمة، من قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا. لاحظ المعادلة الإسلامية هي أكبر من المعادلة الوضعية في احترام الإنسان وتقييم الإنسانية. من أين جاءت هذه المعادلات الجاهلية؟ يقتل حتى يدخل الجنة، أي جنة هذه؟ لا قال بها رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الذكرى، ولم يقلها ولي ولا نبي من قبل ولا من بعد، بل كل الأنبياء أرسلوا حتى يصلحوا الوضع الاجتماعي ويصححوه، حتى توصل الرسالة مثل هذه الرسالة، تصل للبشرية بشكلها الناصع بشكلها المقبول. فالقرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الأمي، هذا الفقير، هذا اليتيم، ليؤكد على المبادئ الحضارية، هو موجودة كلها في كتاب الله عز وجل. لذلك هذا الكتاب يعتبر منهج حياة، كل ما جاء به من قوانين، ومنها احترام الإنسان، ومنها الإيمان بالله عز وجل، ومنها ما سأتحدث عنه العلم. البيعة نظام، وممارسات الرسول صلى الله عليه وآله في كل شيء تكريم للإنسان والحفاظ على النظام. أحدى هذه المبادئ في النظام هي البيعة، وهي أخطر ما جاء به للإنسان من ذلك الوقت. كانت الجاهلية تتمسك ب العقل المدبر له هو لها هو رئيس القبيلة، الشيخ، بما موجود في ذهنه من عادات وتقاليد لا ترتقي إلى القيم الإنسانية، فقط للحفاظ على القبيلة ومنهاجها. بينما الرسول صلى الله عليه وآله جاء بعادات وتقاليد، أقصد قوانين، من أجل التغيير. ومن هذا
ومثلها ومن هذا الذي جاء به هو نظام البيعة. قال به قبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن يتوفى قال بهذا القول البيعة، ومارسه وأخذ البيعة كما تعلمون للإمام علي عليه السلام خليفة من بعده. أمام من؟ أمام تقريبا كل الصحابة بعد عودته من حج الوداع، حجة الوداع. ليش أخذ هذا؟ لماذا؟ وجد إنسانا مليء بالعلم والإيمان، وجد إنسانا مجاهدا، وجد إنسانا عادلا لا يظلم كنفسه، لا يظلم حتى لو كان ذميا. هنا حتى يعرف الأخوة المسيحيون بأن إسلامنا يضم كل الأديان السابقة. نؤمن بالمسيح عليه السلام نبيا لنا، وكذلك موسى، وكذلك إبراهيم، وكل الأنبياء من قبل. لا نرفض نبيا من الأنبياء ولا شريعة من شرائعهم. هذا هو ديننا، يقبل الآخرين. وللأسف الآخرون ربما يرفضون نبينا صلى الله عليه وآله، وهو الذي كان يعامل الذميين من جميع الشرائع الأخرى معاملة إنسانية. لماذا لا؟ أنت رجل أبناء هذا القرن العشرين، مسيحي يهودي أي الكان، وعندك رجل يفتح يده إليك ويفكر تفكيرا في سبيل إقناعك بأن هنالك إلها هو الخالق ولا يشارك فيه في خلقه أحد، عليك أن تؤمن به على الأقل في إنسانيتي. لكن مثل هذا التصريح قليل من يصرح به. قلنا نظام البيعة حضاري، مبدأ حضاري حتى الناس لا يحاولوا أن يتصارعوا كما تعلمون اليوم، حتى أيضا لا تكون من بعد وفاته نزاعات قبلية ترجع القبلية لما كان، وهو فعلا ما حصل. ضربوا نظام البيعة نظام حضاري، أن تختار الأمة بالإضافة إلى النص الإلهي. الإمام علي عليه السلام منصوص عليه، ولكن مع هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ البيعة من الأمة. هذا مبدأ كبير كان يمكن للمسلمين الذين جاءوا من بعده أن يطوروا هذا النظام ويجعلوه الأخذ. مثلا في ذلك الوقت كانوا وناس قليلون ممكن أن تأخذ البيعة منهم، الآن صناديق وشيء من هالقبيل تتطور العملية الانتخابية إلى مستوى إنساني راقي. أنت تنتخب فلان، أنا أنتخب فلان، والذي يفوز على شرط تتحقق المبادئ الحقيقية وليس التزوير والتجييف ما نلاحظه يحصل في هنا وهناك. هذه أهم الأشياء. العدل كما قلنا، قال الرسول صلى الله عليه وآله حينما جاءه رجل
مسكه من ثيابه فقال له أعدل يا محمد. كان إلى جانبه بعض الصحابة أخرج سيفه وأراد أن يضرب هذا الذي اعتدى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعه يا عمر، إن لصاحب الحق مقالا. إن لصاحب الحق مقال، خلي نشوف هذا شي يريد الرجل، وهو نبي، وما هو إلا درس يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعلمه لجميع المسلمين. كيف كانت القضية من بعده؟ أمير المؤمنين هذا، فإن هلك فهذا، ومن لم يرضى فبهذا. شكت فرق، فرق كبير بين السيف وبين الكلام وبين النظام. وعلى هذا قتل أولاد الرسول أو سموا. الجاهلية عادت لكن غلفت بمعان إسلامي، وإلى اليوم تحكمنا الجاهلية، إلى اليوم بكل وسائلها، وأنتم تعلمون ولا أريد أن أصرح. النظام، نظام البيعة انتهى، جاء السيف، هو هذا النظام. جاهلية أم ليست جاهلية؟ وأمرت أن أعدل بينكم، قال الرسول صلى الله عليه وآله، نزلت الآية ترجم هذا القول. كثير من الآيات الكريمة، ولكن أخشى أن أطول الأمر بذلك. بقي لنا مبدأ آخر هو مصير الإنسان. كان صاحب هذه الذكرى يذكر الإنسان ويضعه أمام حقائق. أنت إنسان، فكرت قبل أن تكون إنسان كنت نطفة، وبعد ذلك صرت صبيا وشبابا وكهلا، إلى أين تذهب؟ هل تتصور إن الأمر عبث؟ وهذه هي الأزمة التي تخنق الإنسان المعاصر، يتصور أنه بعد الموت لا حياة. هنا ليس هناك علم ولا فلسفة تستطيع أن تنقذ هذا الإنسان من هذه الحيرة سوى الإيمان بالدين. لا أحد، لأنه الفلسفة عندها حقول حدود عقلية للقضية، والعلم علم تجريبي أيضا عنده حدود معينة، لا يستطيع أن يعرف ما بعد القبر. هذا القبر يضم حياة أخرى، هذا القبر إذا أنت آمنت بالخالق ستجد أن هذه الحياة حياة سعيدة أو حياة شقية إذا لم تكن. فامتص حيرة الإنسان، وكانوا يأتون إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الآيات في ذلك أحب أقرأ لكم بعضها لأنها مهمة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسى خلقه، هذا اللي يتكلم بالحير. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فعلا يعني العقل قاصر،
شون هذه العظام تصير تراب رميم؟ يقدر الإنسان يحييها؟ ويصور هذه المادة مثلا سيارة سكراب يجيبها تتفصح يقدر يعيدها، يصور انه ماكو بعد هذه الحياة حياة اخرى. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. لاحظ كيف نقل الانسان من الحيرة الى ان كل صانع يعرف بأن صناعته الذي صنعها يستطيع أن يعيدها. كذلك الله عز وجل قل يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل شيء عليم. مو بس يعيدها، لا، وهو بكل شيء عليم. هذا الإنسان البسيط اللي محدود الفكر، الله عز وجل يعطي فكر آخر، إنقاذ آخر، طوق نجاة أخرى لما يلتبس عليه من أمر حينما يريد أن يموت أو في القبر. أنجاه الله بهذه الأفكار أم لا؟ عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله أم لا؟ فالرسول لنا رحمة، وكتابه لنا رحمة أيضا، بل نظام لكل شيء، الحق والباطل. منو ما يريد الحق؟ منو ما يريد العدل؟ من منا يحب الظلم؟ بل نحن جئنا إلى هنا من شدة الظلم والاستبداد الذي رأيناه من حكامنا الطغاة. الدين ضد الطغيان وضد الاستبداد، وينظم لذلك نظاما بحيث أن الطاغية لا يجوز له حكم المسلمين. وأنتم تعرفون الإمام الحسين لماذا وقف أمام يزيد؟ وقف لأنه ليس بعادل، وإنما ظالم، كما وقف الرسول صلى الله عليه وآله أمام جهابذة الجاهلية، وقف أهل البيت كلهم وكل في دوره، وقالوا أخيرا، آسف على التأخير، وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون. يعني إحنا وآباؤنا القدامى هم ينبعثون؟ هو سؤال منطقي، لأن هذول ما يعرفون من هو الخالق. مثل ما هنا تجد أناس مثل هؤلاء، لكن الجواب أكثر منطقية، لأنه من الله الخالق سبحانه وتعالى. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون في ميقات يوم معلوم. أنا قريت اليوم أدرس على كل كاتبها في ميقات أو لميقات، معلوم الواقعة 50. يجوز أكو آية أخرى لميقات، بس أنا قريتها هاي الصبح، سجلتها بس يمكن أخطأ. على كل، فالمسألة يا أيها الأخوة أننا أمام شخصية عظيمة، شخصية الرسالية، وهو قدوة لنا، ونحن هنا بقلتنا يمكن أن يكون لنا العلم الذي يأمر به الله عز وجل
أي مستوى من العلم، فقط أن لا يقتل الإنسان. السلم الأهلي والأمان هو مبدأ من مبادئ رسول الله ورسالته السماوية. إذا أنت تخرج عن السلم الأهلي والسلم الاجتماعي والسلام العالمي، أنت تخرج عن هذه الديانة. حتى من أبسط كلمة، إذا آذيت مؤمنا أو ذميا، كما في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ذميا، ها ذميا يعني مو مسلما، بس الرسول صلى الله عليه وآله يقول من آذى ذميا فقد آذاني. أي رسالة الإسلام هذه؟ لها حق أن تحكم العالم، كل العالم. وعلى كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نعرف رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته السماوية، لنهتدي بها في دنيا. قل من يجد أو يعرف هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أنك حميد مجيد. أيها الأخوة والأخوات، إن هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية الكثيرة تحاول مجموعات جاهلية أن تطلق عليها مصطلحات من البدعة إلى غير ذلك، يعني في القرآن الكريم يقول وذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. ما الذي نحن نقوله في هذه الذكرى حتى تكون بدعة؟ ولماذا بدعة؟ أن تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بدعة؟ على كل حال، إنها مأساة أن يحكمنا الجهل والجاهلية في القرن 21، وكثير مثل هذه الأفكار تبدل بالنقاش والحوار أمام أي إنسان حتى نرتقي ونصبح أمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. على الأقل نكون صورة صحيحة عن الإسلام وعن الرسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Wow.